السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم للنشرة الرئيسة من قناة الأجواء والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق شانغريحا يعزيان في وفاة اللواء جمال بوزيدة. وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني يتفقد أبار العاصمة ويكشف على دخول 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر حيز الاستغلال خلال مايو القادم. وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أنهى مهام مدير مركزي للرقابة التقنية. وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيدة يكشف آخر مستجدات الوضعية الوبائية والعودة إلى الحجر الصحي. عودة إلى التفاصيل، قدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة اللواء جمال بوزيدة، وجاء في نص التعزية: تلقيت بألم نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء جمال بوزيدة بعد مرض عضال أزمة الفراشة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه، إن لله وإن إليه راجعون. في ذات السياق، قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شانغريحا تعزيه الخالص في وفاة اللواء بوزيد جمالة، وبعث الفريق في رسالة التعزية باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش، أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه. تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التكوين بين المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك والشركة الدولية للمحروقات الجيبوتية حسب ما أفاد به يوم أمس بيان للمجمع، وجرت مراسيم التوقيع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد حسب ما ورد في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجمع سوناطراك. قام وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني اليوم بزيارة تفقدية لعدة أبار ببلدية أولاد شبل في العاصمة رفقة والي العاصمة، وأشار البيان إلى أنه وفي إطار وقائي سيتم الحفاظ على هذا المستوى الإنتاج، كما سيتم اللجوء إلى مياه السدود إلى غاية عشية موسم الاصطياف المقبل. في ذات السياق، كشف الوزير عن دخول 3 محطات جديدة لتحلية المياه البحر بالجزائر العاصمة حيز الخدمة خلال شهر مايو القادم في إطار البرنامج الاستعجالي لحل أزمة المياه. أحيا اليوم مجلس الأمة ندوة برلمانية تاريخية بمناسبة اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 تحت شعار الجزائر ستشهد يوم الوغى والعودة إلى طريق التأسيس والتأهيل للجمهورية الجديدة. المزيد في تغطية شوق العيد بالليلي. والنهضة انطلاقا من 1945، الحركة الوطنية في ذاك الوقت عامين من بعد في سنة 1947، لأن تقريبا بعد 1945 كل المسؤولين كانوا يلقاو عليهم القبض، كانوا في السجون، كانوا منفيين. في سنة 1947 اجتماع الحركة الوطنية وخذوا قرار ان ما عادش العمل السياسي، ما منتظرش نتائج من العمل السياسي مع الاستعمار. الاستعمار دخل بالسلاح من الجزائر، ما يخرج الا بالسلاح من الجزائر. وخذوا قرار انشاء المنظمة السرية المعروفة بلوس، وبدأوا المناظرين ينظموا روح في السر، بيكون غيور على الثورة نتاعو، غيور على الجزائر، غيور على مسار الجزائر، غيور على المكانة نتاع الجزائر في الساحة الدولية. قولوا تهلاو في الجزائر. وحنا من الواجب نتاعنا نقولوا لبعضنا أن تهلاو في الجزائر. تحريم الاستعمار اليوم قبل الغد، لأنه هذا حقنا الطبيعي، يجب أن نجرم الاستعمار. 132 سنة يجب أن تجرم. فرنسا الرسمية الآن، فرنسا الرسمية الآن تقول حتى أنه لسنا أمة، والرئيس الفرنسي يتدخل دائما في شؤوننا. من حقنا التاريخي والطبيعي أن نجرم الاستعمار، لا نقاش بذلك.
قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اليوم خلال مراسيم التوقيع على البروتوكول الصحي المعتمد في الانتخابات المحلية الوضعية الصحية تبشر بالخير، وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة تحري الوقاية واليقظة، داعيا جميع من تأخروا عن التلقيح أن يتلقحوا لسلامة الجميع. انطلقت اليوم من مقر أمن ولاية الجزائر قافلة متنقلة بمختلف وسائل وأجهزة الكشف عن سرطان الثدي، المزيد في تغطية إيهاب بوضياف. على أن يختتم هذا العمل التحسيسي بقافلة صحية متمثلة في تخصيص أيام فحص وكشف الأشعة عن طريق قافلة متنقلة مجهزة بمختلف الوسائل والأجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لفائدة منتسبات أمن ولاية الجزائر وذويها. العملية ستكون تحت تقرير فرقة طبية مختصة بالمجال متكونة من بروفيسور وجراح أخصائيين بالأشعة ومساعدين، على أن تكون انطلاق هذه العملية التحسيسية يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بداية من الساعة 8:30 صباحا من مقر أمن ولاية الجزائر. وشكرا. الحديث يوصل دو ماموغرافي، لابراسيون كي تدخل عندناها ونديرو لها لاموغرافي تكمل عندي. بالحق هنا ديستيوسال كيكتور، هذه هنا عندي دي ميدسان راديولوج معايا هنا ديستيوسال كيكتور يقراو الدم. كي يشوفوا سي ساني سيتي نيكوغرافي ولا لازم نزيد نديروا لها ليكزامان كومبليمونتير كي ليكوغرافي، نجيبوها لهنايا دير ليكوغرافي تاعها نقراولها نعطيوها ريزولتا تخرج ديريكتومون ان شاء الله. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية برويبة من وضع حد لجماعة إجرامية كانت بصدد الأعداد لجناية الجريمة العابرة للحدود الوطنية، الاعتداء على أمن الدولة المساس بالاقتصاد الوطني، انتحال هوية الغير من شأنها إدراج سوابق عدلية في صحيفة الغير. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية رويبة من وضع حد لجماعة إجرامية كانت بصدد الإعداد لجناية الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الاعتداء على أمن الدولة المساس بالاقتصاد الوطني، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، انتحال هوية الغير من شأنها إدراج سوابق عدلية في صحيفة الغير، الغش، القرصنة، التهريب الدولي لأجهزة حساسة. العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا مكنت من توقيف 3 أشخاص واسترجاع 9 أجهزة حساسة كانت تستعمل في قرصنة وتمويه المكالمات الهاتفية الدولية على أنها مكالمات محلية لا يتم اكتشافها من قبل تقني متعامل الهاتف النقال. هذه الأخيرة يتم الإشراف عليها عن طريق أجهزة مماثلة من دولة أجنبية مع حجز 4 موزعات الإنترنت 2881 شريحة لمختلف متعاملي الهاتف النقال، 5 هواتف نقالة، جهاز إعلام آلي على الطبع ونسخ، 2 ختم تجاري، وثائق إدارية مزورة. بعد استفساء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً بموجب ملف قضائي. اقترح الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مشروع قانوني المالية لسنة 2022 على اللجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بهدف وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري. المزيد في تقرير منال العايب. مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني يقترح عدم إمكانية التنازل عن السكنات الاجتماعية العمومية الإيجارية المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022، وذلك وفقا لمشروع قانون المالية الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001.
ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002. وكان الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قد عرض الأحد الماضي مشروع قانون مالية على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بهدف وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكنات العمومية الإيجارية وتبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية مع ضرورة العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، بالإضافة إلى اقتراح تدابير ترمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة. أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني مهام رابح فيلالي مدير مركزي للرقابة التقنية، وجاء إنهاء مهام فيلالي على خلفية أزمة البطاطا التي تعرفها العديد من مناطق الوطن حالياً. محلياً، نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكالة الشلف أبواباً مفتوحة لفائدة أرباب العمل، أين تهدف هذه الفعالية إلى تحسيس كافة المستخدمين المعنيين إلى التقرب من الوكالة للاستفادة من التدابير الاستثنائية التي اتخذها الصندوق لصالحهم من أجل مرافقتهم في مسار تسوية وضعيتهم في مجال الأعباء الاجتماعية. تغطية للزميل حسين سعيدي. نظمت وكالة ولاية شلف أبواب مفتوحة لفائدة أرباب العمل وكل ناشط لحسابه الخاص، قصد التعريف بالتدابير الاستثنائية التي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 21-12. هذه التدابير تهدف إلى الإعفاء الكلي من غرامات وزيادة التأخير التي ترتبت على عاتق المتعاملين الاقتصاديين جراء جائحة كورونا، وعليه يسر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة ولاية شلف أن يجدد دعوته إلى كل المعنيين بالأمر قصد الاطلاع على المنصة الرقمية من أجل طلب جدولة ديونهم الأساسية قبل انتهاء الأجل المحددة ب 31 جانفي 2022، حيث أن المكتب الولائي للكونفدرالية سيساهم بسند من المكتب الوطني في المساهمة في نشر هذا التوعية التأمين ونوعية والسداد المستحقات في الأجل باش يستفاد هذا المتعامل الاقتصادي من جميع الإعفاءات كما كنا قلنا من قبل، وإن شاء الله نكون سند لهم وشريك فعال في الـ في الـ في هذه الحمله التحسيسيه وعلى مدار السنه ان شاء الله، وهذا خدمه للمصلحه العامه وللمتعاملين الاقتصاديين من اجل المساهمه في اثراء الاقتصاد الوطني. احتضن المركز الجامعي عبد الحفيظ أبو صوف بميلا الملتقى الوطني الأول حول المواد الطبيعية والتكنولوجية والابتكارات، شارك فيه جل جامعات الوطن من خلال تحاضر عن بعد من أهداف الملتقى ربط المواد الطبيعية والتكنولوجية بالابتكارات العلمية وخاصة دور النباتات الوقائية وكذلك ربط البحث العلمي مع المؤسسات الصناعية. المزيد في تغطية عياد الساسي. Docteur Boukriya Sabah, président du séminaire national sur les substances naturelles, biotechnologie, innovation. السيمينار هو عبارة عن منظم حول المواد الطبيعية والتكنولوجيا الحيوية والابتكارات. لقد قدم هذا الملتقى أو يسعى هذا الملتقى لتقديم لمحة عامة حول الموارد الطبيعية والتكنولوجيا الحيوية والابتكارات الموجودة من خلال إعطاء مجموعة من الموضوعات العلمية خلال الملتقى والمطروحة من طرف المشاركين. أو بلس لوبجيكتيف يعني برينسيبال الدور الأساسي من هذا الملتقى العلمي الأول نقولوا تعزيز العلاقات بين الباحثين والصانعين وفي مجال البحث العلمي وكذلك في مجال الزراعة وكذلك التقنيات الحيوية أو البيوتكنولوجيا عموما وكذلك الابتكارات. طبعا جل المواضيع يعني أغلبها تقريبا 80% تتمحور حول المواد المستخلصة من النباتات، وهذا ليس بجديد ولكن منذ القديم معروف أنه النباتات غنية جدا بالمواد الفعالة التي تصبح فيما بعد عبارة عن مواد دوائية بعدما تمر على مجموعة من المراحل طبعا
في ميدان البيولوجيا والصيدلة والكيمياء إلى غير ذلك؟ أولا هو تبادل الخبرات بين باحثين من جامعات أخرى والاحتكاك بهم، وفي نفس الوقت هو محاولة بالارتقاء بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف. ألقى أمن ولاية جيجل القبض على جماعة أشرار كانت تقوم بترويج المؤثرات العقلية بمحله التجاري الكائن بالمدينة بالقرب من مؤسسة تربوية، مع استغلاله كوكر للدعارة، وهو ما أثار الرعب وسط السكان والمواطنين. جرفي سهيل والتفاصيل. حاربت الجريمة بشتى أنواعها، وبناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، مفادها نشاطات مشبوهة ببيع المؤثرات العقلية داخل محل تجاري كائن وسط مدينة جيجل بالقرب من مؤسسة تربوية، مما أثار استياء سكان الحي. بعد إخطارنا نيابة الجمهورية المختصة وحصولنا على الإذن بالتفتيش، قامت عناصرنا بمداهمة المحل التجاري، حيث تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية مهيئة للبيع ومبلغ مالي من عائدات الترويج داخل المحل التجاري، كما تم ضبط مشتبه فيه الرئيسي يستغل الغرفة الخلفية للمحل كوكر للدعارة ليتم توقيفه رفقة 3 شركاء. وبتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 1424 قرص وكمية من المخدرات كيف معالج، بالإضافة إلى بندقيتين للصيد البحري، وكذا مواد صيدلانية أجنبية محظورة وممنوعة من التداول مهربة إلى التراب الوطني. المشتبه فيهم الأربعة تم إنجاز ملفات قضائية ضدهم، سيتم بموجبها تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. نظم الصندوق الوطني للتأمينات يوما تحسيسيا حول الأخطار المناخية ولفائدة الفلاحين المتضررين جراء الحرائق الأخيرة التي مست العديد من البلديات بولاية تيزي وزو مثل الأعلاف والأنعام، ويدخل هذا في إطار مرافقة ودعم الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية اتجاه المؤمن عليهم على مستوى كل الشبكات والمكاتب المحلية للصندوق. تغطية كريم سادو. وصلت في كنايد سويونا من كيف كانت سبعه كنطال لي مو خاصه كشيطا ريت سي نورمال السوري ما خدم بلا ريسيرونس مين لحون دقيض ريسيرونس كيف انا ربي فلاحنا كو السوري اثنت عم تقسيطا كي دي انا كتمس ونزاوي تيدي فكان ما ضربين هذا العبد لا سيار ما توصل ضروري ثروم بوسيدين الى قد كوميم مي اوني السوري نرى بار اكزومبل هذا السوري باش البروجينس نضمن هذا ما كلير باقي شي اسيد السيد فوالا المديريه العامه للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعني سطرت برنامج على كل ولايات الوطن وكل صناديق الجهويه على تحسيس ايام تحسيسيه حول الاخطار المناخيه. اليوم في تيزي وزو درنا يعني اون جورني يوم تحسيسي على الاخطار المناخيه في ولايه تيزي وزو. كما تعرفون يعني ولايه تيزي وزو ولايه جبليه، ولايه ذات يعني سي اون زون فورستيير وفيها يعني الفلاحه الجبليه، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبر صناديق الجهويه خاصه صندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لولايه تيزي وزو وصناديق والمكاتب المحليه، يعني اليوم رانا في ليكسبلواتاسيون تاع السيد مزوان وين درنا يوم تحسيسي على الاخطار المناخيه مع بمشاركه المديريه الفلاحه جات هنا حنايا باش نحميوه ماشي باش يعني اوني لا بور سيكوريزي لو ريفوني تاع لي زاغيكولتور ما يخفلكمش يعني اغلبيه الفلاحين يعيشوا من هذا المردود تاع الانتاج نتاعهم وال 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 والمنتوج تاع الابقار والحليب دونك حنايا نقول لهم اوني لا بور فوز اكومباني اي دو فو اسيوري.
وكالة ولاية كلمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تجسد على أرض الواقع التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة أرباب العمل، والتي تهدف إلى الإلغاء والإعفاء الكلي لغرامات وزيادات التأخير في مجال تسديد الاشتراكات. المزيد في ميكروفون محمد رشيد قوبع. بن جدو علاوة مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة كلمة، تحت شعار الضمان الاجتماعي فاعل أساسي في إنعاش الاقتصاد الوطني، أقلت الدولة تدابير استثنائية، وهذا لما ألحت به جائحة كورونا في تدهور الاقتصاد الوطني. قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ولأجل المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني بتفعيل هذا الأمر الرئاسي اللي جاء بعدة امتيازات، منها الإعفاء المشتركين الأساسيين، المشتركين الذين لديهم اشتراكات أساسية مستوفات ولديهم غرامات تأخير، من أجل الإعفاء الكلي لهذه الفئة. كما قام الأمر الرئاسي هذا جاء بعدة تدابير تشجيعية، وهي المشتركين المدينين في إطار الاشتراكات الأساسية وكان عندهم إعسار مالي ما قدروش يعني يسويوا الاشتراكات الأساسية تاعهم، من أجل جدولة الديون تاعهم. في هذا الإطار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قام بعدة حملات تحسيسية، وهي تفعيل الشباك المتنقل، إجراء اجتماعات دورية مع الشركاء سواء المحاسبين، كبار المدينين، ممثلي أرباب العمل، الصحافة المكتوبة وصفحات التواصل الاجتماعي، وهذا من أجل توصيل المعلومة لكافة أرباب العمل من أجل الاستفادة من هذه الامتيازات اللي يجي بها القانون. في هذا الإطار وفي نفس الوقت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ينظم أبواب مفتوحة من 24 إلى غاية 28 من أجل الترويج لهذه المعلومات. السلام عليكم، بنزل ناش فوزي، عضو في السي جي يو ورئيس مكتب المرقين العقاريين في مدينة كلمة. فيما يخص الإجراءات الأخيرة التي قامت بها لكناس كانت في صالحنا، وقد استفدت من إعفاء وإلغاء كل التأخيرات. أضاحت مصالح أمن دائرة بونورا بشبكة إجرامية مختصة في المتجرة بالأقراص المهلوسة، حيث تم حجز 6585 قرص وتوقيف شخصين بعد استفتاء الإجراءات القانونية اللازمة. تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه بهم مع تقديمهم للعدالة. تفاصيل أكثر في ميكروفون الزميل فوزي حشقويتر. مصالح أم دائرة بونورة بغردايا هذا الأسبوع من حجز كمية من معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 6585 قرص من نوع بيرغابالين 300 ميليغرام، مع توقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 39 سنة. حيثيات القضية التي جاءت إثر عمليات الشرطة والمداهمات التي نفذتها قوات الشرطة لتضييق الخناق على مرتكبي مختلف الجرائم، منها ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي مكنت بعد مراقبة حثيثة لإحدى حافلات نقل المسافرين ما بين الولايات من ضبط كمية من المؤثرات العقلية مع توقيف شخص. التحريات الحثيثة بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية مكنت من توقيف شخص ثاني، ومنه تفكيك شبكة تنشط ما بين الولايات تعمل على نقل وترويج لمواد مخدرة متحصل عليها عن طريق التهريب، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية. في إطار أسبوع التوعية والتحسيس بمناسبة الدخول المدرسي الذي ينظمه الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار القاضي بضرورة التلقيح من أجل مناعة جماعية، والذي كان شعاره تلقيح اليوم أمال الغد، نظمت ملحقة محو الأمية بولاية برج بوعريريج بالتنسيق مع مختلف المصالح يوما تحسيسيا إعلامي لفائدة متمدرسي ومعلمي محو الأمية بقاعة المركب الرياضي بوسط المدينة. مراسلة عبد المالك رفيس. في إطار إحياء شهر أكتوبر الوردي المخصص للتوعية والتحسيس حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ارتأت مصلحة الطب الوقائي لمستشفى بوزيدي الأخضر ولاية برج بوعريريج لتنظيم هذا اليوم التحسيسي
وفي نفس الوقت يوم مفتوح لجميع الناس لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم عن هذا المرض الذي يفتك بالآلاف سنويا، والعدد تاعو يعرف تزايد كبير، حيث السنة الماضية سجلت الجزائر ما يقارب 14,000 إصابة جديدة بسرطان الثدي، وما يقارب 70,000 إصابة جديدة. أنا بوريا سبورت بوريج، رانا نشهدوا باللي كاين ارتفاع محسوس في عدد السرطان الثدي اللي راهو كاين، وفي الجزائر ككل رانا كنا من 10,000 عنا عامين لحقنا حتى 14,000 حالة سرطان الثدي في الجزائر ككل، وكاين ثاني نسبة الوفيات الثانية اللي راهي ارتفعت ديفوا حتى نلحقوا بريس لاموتي، كاين حتى نلحقوا 600-500 تاع وفات سنويا بسرطان الثدي. دونك حنا رانا نشجعوا في اللنسة نقولوا ما تحشموش، مش حاجة عيب، الكونسير راهو مش مرض قاتل كما راهو الناس الكل يطينوا في بالهم، يعني انهم يتقدموا ويديروا التشخيص المبكر. كاينين دي راديولوج، كاينين حنا الله يبارك راهي البرج تعمرت بالمويه تاع الدياغنوستيك، جست يقدموا يجيبوا المصالح تاعنا تاع طب الاورام، عندنا لا كونسلطاسيون في لي بولي كلينيك، هذيك المصالح عندنا الطب مختصين في هذا الدومين يقدروا يكشفوا على سرطان الثدي. الايام التحسسيه لسرطان الثدي ايام مفيده جدا للمراه في مختلف الاعمار، وتستفيد من جميع الفوائد التي تعمل على ضد سرطان الثدي، وبالتالي انا انصح جميع النساء بالحضور الى هذه الايام. تنفيذا لامر رئاسي، نظم الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعيه فرع ولايه ميلا ابوابا مفتوحه من اجل شرح التدابير والاجراءات الاستثنائيه التي اقرها الامر الرئاسي والتي تدخل في صالح المتعاملين الاقتصاديين وارباب العمل والمستخدمين المدنيين تجاه الصندوق. تغطيه عياد الساسي. قصد التعريف بالتدابير الواردة في الأمر الرئاسي رقم 21-12 المتعلق بإعفاء أرباب العمل من زيادات وغرامات التأخير، وكذا تقسيط مبلغ الاشتراكات تحت شعار الضمان الاجتماعي فاعل أساسي في إنعاش الاقتصادي. ندعو جميع أرباب العمل المعنيين بهذه العملية بالتقرب من مصالحنا، وذلك قبل تاريخ 31 جونفي 2022. جل تكفل بهم وإعداد هذه والالتزام بهذه التدابير والاستفادة منها من إلغاء جميع العقوبات، وكذلك أعطاهم فرصة من أجل جدولة ديونهم عن الفترة المحددة بهذه التدابير التي أقرها الأمر الرئاسي. واللي احنا على مستوى وكالة ميلا وصلنا الحمد لله نسبة 100% أننا لغينا هذا الغرامات اللي تتعلق ب 2103 ربع عمل مستخدم، والان رانا في المرحله الاخرى اللي راهي تمشي بالتوازي طبعا، ونزيدوا ناكدوا عليها من خلال المنبر الاعلامي نتاعكم، وهو قضيه التقسيط المؤسسات المعنيه باجراء التقسيط واللي يبلغ عددها 2546 مؤسسه، فاللي راسلناهم حنا اكل، ونزيدوا ناكدوا من خلال هذا اليوم وهذا الابواب المفتوحه على دعوه المعنيين المستخدمين الى الحضور والتقرب من مصالحنا لمصلحه المنازعات ومصلحه التحصيل ومنازعه التحصيل. في الرياضة سيتم الكشف عن اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021 في 29 من شهر نوفمبر المقبل، وجاء اسم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز المرشحين لنيل الجائزة كونها اللاعبين الأكثر تتويجا بالكرات الذهبية، لكن فيما يبقى الباب مفتوحا أمام لاعب منتخب إيطاليا وفريق تشيلسي الإنجليزي اللاعب جورجينيو لنيل الجائزة عن جدارة واستحقاق لما قدمه من فريقه الإنجليزي ومنتخب بلاده. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل قمجاس دعلي. بعد الإعلان عن لائحة المرشحين 30 لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 والتي تواجد فيها كل من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس القائمة، وضمت كذلك اللاعبين العربيين المصري صلاح والجزائري رياض محرز. وبعد الإعلان عن اللائحة المختصرة للمرشحين سيعرف اسم الفائز في 29 من نوفمبر الجاري، وأدرج اسم لاعب وسط إيطاليا وتشيلسي الإنجليزي جورجينيو
ضمن أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2021، ولعب جورجينيو دورا مهما في قيادة فريق تشيلسي إلى الفوز بلقب دور أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، ثم ساهم مع منتخب بلاده إيطاليا في إحراز كأس أوروبا الصيف الماضي على حساب إنجلترا. وفي ظل غياب ميسي ورونالدو عن منصة التتويج العام الماضي مع فريقهما السابقين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي باستثناء إحرازهما مسابقة الكأس المحلية، يبدو أن باب التنافس على الجائزة يبقى مفتوحا على كامل الاحتمالات، مع ما يقدمه كل من لاعب الباير لوفاندوفسكي ونجم باريس سان جيرمان مبابي ومواطنه في ريال مدريد كريم بنزيما. كما يعتبر اللاعبين العربيين المصري صلاح والجزائري رياض محرز اللذين تألقا مع فريقهما ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، لا سيما الجزائري رياض محرز الذي ساهم بشكل كبير في قيادة فريقه إلى لقب الدور الممتاز ووصوله إلى نهائي دور أبطال أوروبا. فيا ترى من سيكون نجم السهرة حين يزدل الستار على كشف اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021؟ إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق شانغريحا يعزيان في وفاة اللواء جمال بوزيدة. وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني يتفقد أبار العاصمة ويكشف على دخول 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر حيز الاستغلال خلال ماي القادم. وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أنهى مهام مدير مركزي للرقابة التقنية. وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيدة يكشف آخر مستجدات الوضعية الوبائية والعودة إلى الحجر الصحي. نشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.